بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه من محاضرات مبادرة فكر، وفي هذه المبادرة أحاول أن أشجع الناس على التفكير، لأن التفكير هو الشيء الذي يزيد ذكاء الإنسان واستيعابه للأمور وقدرته على الإنتاج. وللأسف أجد كثير من الناس في زماننا هذا لا يتفكروا فيما حولهم ولا يتفكروا في الأمور. فالموضوع لهذه المحاضرة هو لماذا أنزل القرآن باللغة العربية؟ فإذا الإنسان تفكر في هذه الحقيقة بأن الرسالة الأخيرة من الله عز وجل للناس وهي القرآن أنزلها الله عز وجل باللغة العربية. فالآن نتفكر في هذا، لماذا؟ السؤال لماذا؟ تفكر، هذا هو التفكر، التدبر في الأمور. وكما اعتدنا في هذه المبادرة أن نتفكر بهدى من الله عز وجل وليس بالاعتماد على الأهواء والاجتهادات الشخصية، وأنا أعتقد كذا وأنت تعتقد كذا. فالله عز وجل يجيبنا على هذا السؤال مباشرة في القرآن الكريم في سورة فصلت آية رقم 44، فيها يقول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. استغفر الله العظيم. فهنا الله عز وجل يجيبنا لماذا أنزل القرآن باللغة العربية في قول المولى عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا، يعني ليس باللغة العربية، مثلا باللغة الإنجليزية على سبيل المثال، لقالوا، أي لقال الناس، لولا فصلت آياته. هنا نركز على هذا الموضوع، لولا فصلت آياته، يعني لو أنزل بلغة غير العربية لم يكن القرآن مفصل. مرة أخرى، لو أنزل الله عز وجل القرآن الكريم بلغة الإنجليزية على سبيل المثال لكان اعتراض الناس بأن آياته غير مفصلة. لفهم هذا أكثر وأكثر، هذا هو الجواب، ولكن نفهمه سأعطي إن شاء الله طريقة بهدى من الله عز وجل على فهم هذا الأمر. فهذه الطريقة، فهم لماذا أنزل القرآن باللغة العربية. أعطي مثال من تكنولوجيا معاصرة وهي ترميز الفيديو، فيديو إنكودينج، وسترون إن شاء الله العلاقة بين الفيديو إنكودينج وكيف فهم أن القرآن أنزل باللغة العربية. فمثلا إذا إنسان صور فيلم وأراد أن يحفظ هذا الملف وأن يضعه على الإنترنت مثلا على يوتيوب، فالناس يحاولوا أن يجدوا طريقة لتوصيل جودة عالية في الفيديو بحجم ملف قليل. فكان هناك مثلا محاولة الـ MPEG 1، مثلا هذه محاولة لترميز الفيديو، يعني ضغط المعلومات لتوصيلها بكفاءة عالية أو بجودة عالية، ولكن التركيز أنه حجم الملف يكون قليل. وثم جاء MPEG 2 وثم جاء MPEG 4، الموضوع الحالي في ترميز الفيديو. فإذا نلاحظ أن التكنولوجيا تعرف بأن الحالة المثلى بأن توصل كمية معلومات كبيرة في حجم ملف صغير، وهذه تسمى الـ Compression Ratio أو نسبة الضغط في الفيديو. وطبعا يعني فوائد تقليل حجم الملف سهولة النشر والتبادل بين الناس وأقرب للتعامل معه. يعني أنت عندما ترى مثل ملف فيديو على الإنترنت حجمه 1 جيجا، أنت ستتردد 1000 مرة لتنزيل هذا الفيديو أو مشاهدة هذا الفيديو مقارنة لو كان حجمه 10 ميجا بايت على سبيل المثال. فإذا إن شاء الله هذا يعني بداية لفهم لماذا أنزل القرآن باللغة العربية. فإذا نحاول في التكنولوجيا تقليل حجم ملف الفيديو لهذه الفوائد، سهولة النشر، أقرب للتعامل، ولكن يجب أن يكون الجودة عالية والمعلومات كبيرة. الآن إذا أخذنا مثال القرآن الكريم نجد بأن القرآن فيه علم الخلق بالكامل، يعني كمية هائلة من المعلومات. فالله عز وجل يريد إيصاله للناس في كتاب ذو حجم معقول، يعني القرآن الكريم مرة أخرى فيه علم الخلق بالكامل، كمية هائلة من المعلومات، ولكن في ذات الوقت الله يريد أن يوصل هذا الكتاب للناس بحجم معقول، ليس يكون كبير جدا، لأنه لو كان كبير جدا للناس
لن يقتربوا للكتاب. يعني أنت مثلا إذا رأيت موسوعة تتألف من 20 مجلد وآلاف الصفحات، أنت ستتردد 1000 مرة لقراءتها. فالله عجل لتحقيق هذا الأمر إيصال كمية كبيرة من المعلومات في كتاب ذو حجم معقول. الله عجل استخدم اللغة العربية للكتاب. لماذا؟ لأن اللغة العربية هي أفضل نسبة ضغط بين اللغات، يعني في أقل الكلمات توصل معلومات كبيرة جدا. فإذا تذكروا مثال الفيديو إنكودينج، أنه نحن نريد كمية معلومات كبيرة ولكن في حجم قليل. اللغة العربية بالنسبة للغات هي أفضل لغة لضغط المعلومات، يعني توصيل معلومات كبيرة جدا في عدد كلمات قليلة. وسأعطي مثال بعد قليل إن شاء الله. وهذا من فوائده تقليل حجم القرآن، سهولة النشر والتبادل بين الناس، سهولة نسخ القرآن وسهولة نشره بين الناس، وأقرب للتعامل معه. يعني عندما ترى القرآن بحجمه تقترب إليه وتقرأه. أما لو كان القرآن بلغة غير العربية لكانت نسبة الضغط قليلة، واللي لزم تفصيل الآيات بطريقة كبيرة، ولكان حجمه أضعاف مضاعفة مقارنة بحجم القرآن، فستتردد 1000 مرة لقراءة الكتاب. لتوضيح هذا أكثر وأكثر أعطي المثال التالي إخواني إخواتي. مثلا في آية في القرآن الكريم وهي في سورة الإسراء آية رقم 64، فيها يقول الحق جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالله عز وجل هنا يبين لنا كيفية التأثير الشيطان علينا ويقول واستفزز. كلمة استفزز هذه الكلمة لها معاني كثيرة، كلمة واحدة من معانيها مثلا أنه واخدع بالتدريج. فالله جل علمنا بأن الشيطان يخدعنا بالتدريج، وطبعا كما بينت في بصوت الشيطان بصوت مطابق صوت النفس كما يعلمنا الله جل في القرآن الكريم. من معاني استفزاز أيضا هي الاستفزاز الجسدي. فنلاحظ كيف أن كلمة واحدة في القرآن لها معاني كثيرة. فنلاحظ نسبة الضغط، كلمة واحدة تضغط في داخلها معلومات كبيرة جدا. لو كتبت هذه الآية باللغة الإنجليزية للزم لتفصيل القرآن أن تكتب أكثر من مرة بكل مرة بمعنى، لأن اللغة الإنجليزية عاجزة عن وجود كلمة تعطيك معاني كثيرة 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 في كلمة واحدة. لا توجد لغة، وإن وجدت يعني مثلا اللغة الإنجليزية لا تعطيك نسبة الضغط، يعني نسبة المعلومات، لا تعطيك مثلا 10 معاني مختلفة في كلمة واحدة، ممكن تعطيك معنيين ثلاثة، أما ليس بقوة اللغة العربية. فإن شاء الله إخواني إخواتي فهمنا من هذا العرض لماذا أنزل الله عز وجل القرآن باللغة العربية. ورجاء إخواني إخواتي التفكر في الأمور، لأنه هو سيزيد ذكائك ويزيد قدرتك على إنتاجيتك في هذه الحياة والسعي لإعلاء كلمة الله عز وجل. استثمر في السعي لإعلاء كلمة الله عز وجل ولن تندم أبدا. والسلام عليكم. لمعرفة التفاصيل أكثر رجاء التفضل بزيارة موقعي، وهو www.quran-miracle.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.